فينا يا الأستاذ عثمان الرحموني المنسق الإقليمي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بمديرية الحي الحسني. إذن اليوم يأتي هذا الشكل النضالي الجهوي، إنزال جهوي أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مرفق باعتصام ومبيت ليلي، أولا استمرارا في المعركة البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك ردا على الاستهدافات التي طالت أجور الأساتذة، توقيف أجور ديال الأساتذة وتوقيفهم عن العمل على الصعيد الوطني وجهات الدار البيضاء 16 غير مستثنية من هذا الأمر، بحيث أن بلغ عدد التوقيفات بالجهة ما يفوق 30 توقيف ولا 40 حدود اللحظة، هادو فقط اللي استلموهم الأساتذة، وهناك توقيفات لم يستلمها الأساتذة قطعوا حتى استلام تلك التوقيفات. هذا إجابة، هذا الشكل هو إجابة على هذه الاستهدافات اللي منذ البداية والتنسيقية تستهدف من طرف الدولة، لا بالقمع في الأشكال النضالية، لا كذلك بالاغتيال ديال الشهيد عبد الله حجيري، لا بالسرقات من الأجور، لا بالتنكيل والرفس والحالات يعني اللي وقعت الأساتذة ديال تكسير الجماجم ديالهم، تكسير العظام ديالهم. اليوم وصل الأمر حتى لتوقيف الأجور، توقيفهم عن العمل. نقول بأننا مستمرون في خطواتنا النضالية إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية، تحسين المجانية ديال التعليم بإسقاط مخطط التعاقد. على الأسر أن تعي جيدا أن مصلحة التلميذ ليست مرتبطة فقط بنضالات الأساتذة، وأن شعار أن التلميذ فوق كل اعتبار هو شعار خاطئ تحاول الدولة تعميم أو لا تعتيم صورة للأسر المغربية وتقول لهم التلميذ فوق كل اعتبار، بل التلميذ هو داخل الاعتبار، لأن المدرسة العمومية فيها ثلاثة ديال الأطراف، فيها الأستاذ والتلميذ والوزارة. الوزارة هي الضامن لحقوق المتعلم وضامن لحقوق الأستاذ. التلميذ كذلك من حقه أن يحصل على أستاذ متمتع بالحقوق باش يقدم له الرسالة النبيلة ديال التعليم. اليوم الوزارة حرمت التلميذ من الأستاذ ديالو، حرمت التلميذ من الأستاذ ديالو. حنا ما واخدينش التلميذ كذريعة أو لا كلوه بها اليد، وإنما نناضل كذلك من أجل ذلك التلميذ أن ينال جميع حقوقه بتعليم مجاني، باش ما توجهش هذه الأكاديميات بحال التكوين المهني تبيعتها هي خدمات ديالها. بغينا التعليم تبقى الوزارة هي اللي شرف عليه وهي اللي كتمولو ويخرج من الميزانية العامة ويبقى تعليم مجاني عمومي. أنا التلاميذ هما اللي ضايعين في هذا الموضوع. أنا كنقول بأن التلميذ ما ضايع في كلا الحالتين، مثله مثل الأستاذ ضايع في كلا الحالتين. الأستاذ المهضوم الحق ما عندوش وظيفة عمومية هو ضايع في هذا الجانب، هذا التلميذ اللي ما عندوش مدرسة عمومية مجانية ضايع كذلك، وبالتالي خص تكاتف هاد جوج ديال الأطراف ويحملوا المسؤولية. الطرف اللي كيتحمل المسؤولية اللي هي الوزارة أن تحقق أولا أستاذ يتمتع بكل حقوقه وهذا حق ديال التلميذ، وكذلك أن تحقق مطالب ديال هاد الأستاذ وتحقق مدرسة عمومية مجانية، ماشي تلوح الكرة للأكاديميات، لأن التوظيف مع الأكاديميات الهدف منه هو أن الأكاديميات تدير بحال مؤسسة ديال التكوين المهني وتولي كتبيع الدبلومات. داك النتائج اليوم اللي عليها النقاش غتولي باش تاخذ انت شهادة البكالوريا غتاخذها بواحد الرسوم ديال التسجيل مستقبلا. هادشي اللي خصو يوعاو به الأسر ويخرجوا يحتجوا حتى هما على وليداتهم. راه لا نمنع الأسر أنهم يخرجوا يحتجوا. نعم، نحن مواصلون لنضالنا من داخل التنسيقية، مواصلون لنضالنا إلى حين مستعدون لإيجاد الحل. حنا ماشي عدميين باش ما نلقاوش الحل، ألوغ يتقدم الحل وتحط نقاش ديال إيجاد الحل. أنا ذاك غادي نهضروا في إيجاد الحل بما توافق وتصورنا وتصور كل المناضلين من أجل مدرسة ووظيفة عمومية. برنامج الوقفة اليوم
بالنسبة لبرنامج الوقفة مستمرين الآن على شكل اعتصام مرفق مبيت ليلي هنا على صعيد الأكاديمية الجهوية. نلاحظ كذلك هذا الحضور الغفير ديال الأساتذة هو دليل على أن بالرغم من هذه التضييقات وهذه كاين صمود، كاين منقطع النظر، كاين إيمان بعدالة ديال المطالب، وبالتالي على الأسر كذلك أن تعي بأن ما نناضل عليه هو من صميم نضالاتها وتهيئتها. تحية نضالية من داخل إطارنا العتيد والصامد، التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. معكم الأستاذ يوسف أفتيس، منسق إقليم سيدي بنور. كما يعرف الجميع بأن هذه الخطوات النضالية ما هي إلا مخرجات المجلس الوطني الأخير الذي كان عن بعد، وهي نقاش جاد ومسؤول من أجل تنزيل هذه الخطوات، ألا وهي إنزالات وأيضا اعتصامات على مستوى المديريات وأيضا على مستوى الجهات. هذه خلاصة لمجلس يعني كانت ردا فعلا أو تنديدا على الهجوم المستمر الذي تشنه الوزارة في شخص الوزير، في شخص الأكاديميات والمديريات على الأساتذة، وذلك بوابل من الاستفسارات الذي جاء للأساتذة وأيضا إعذارات بالجملة، وآخرها ألا وهو الأسبوع الفارط، ألا وهو مجموعة من التوقيفات للأساتذة، توقف للأجرة، توقف عن العمل. هذه كلها ممارسات مشبوهة، ممارسات لا مسؤولة. حينما ننتظر حلا من هذه الوزارة تأتينا بمجموعة من التوقيفات ومجموعة من المعتقلين، وأيضا قدمنا شاهد في هذه القضية وهو أبونا عبد الله الحجيلي. كما قلت بأن هذه ما هي إلا تجليات من تجليات هذا المخطط، ألا وهو الإقصاء المباشر، ألا هو توقيف الأساتذة عن العمل، ألا هو اعتقالهم وراء القضبان. ولهذا فنحن لازلنا مستمرون، لازلنا مرابطين، لازلنا في معركتنا سائرون. سنحاول أن نصدر برامج نضالية صعيدية من أجل مجابهة هذه المخططات، لأن أساتذتنا تم توقيفهم ولن نتخلى عنهم ولن نتراجع قيد أنملة. وتحية نضالية للمنابر الحرة.